أهلا من جديد. من أمس طبعا واسم المستشارة الإعلامية للرئاسة السورية لونا الشبل متصدر العناوين وترند على المنصات من بعد تعرضها لحادث مأساوي على طريق يعفور في دمشق، وقيل أن الحادث صار من بعد ما صدمتها سيارة مصفحة من الخلف، والتصادم سبب انحراف السيارة عن مسارها واصطدامها بالحاجز الإسمنتي اللي في نصف الطريق. مصير السائق والمرافق اللي كانوا معاها مو معروف، وهي تم نقلها في الأول لمستوصف في منطقة قرى الأسد القريب من مكان الحادث، ومن بعدها تم نقلها لمستشفى الشامي وتم وضعها في العناية الفائقة بسبب تعرضها لنزيف دماغي. للي ما بيعرف مين لونا الشبل، فهي إعلامية سورية مواليد 75، عملت خارج سوريا لسنوات ومن بعدها رجعت على البلد في 2010، وفي بداية الأحداث اللي صارت في سوريا في 2011 لمع اسمها كمديرة للمكتب الصحفي للرئاسة، وفي 2020 تم تغيير منصبها وصارت المستشارة الإعلامية للرئاسة، وعرفت يعني أو صار في كثير أحاديث عنها وكلام يدور حولها أنه لديها سلطة قوية على أغلب مفاصل الدولة مو بس الإعلامية. لونا متزوجة من عمار ساعاتي اللي كان عضو سابق في القيادة القطرية لحزب البعث ورئيس الاتحاد الوطني لطلبة سوريا وأستاذ مساعد بكلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق. خلينا نرجع الآن لموضوع الحادث اللي صار مع لونا. الساعات الماضية كثير شفنا روايات متعددة بين اللي بيقول أنه اللي صار حادث عادي وبين اللي بيقول أنه مدبر ومحاولة اغتيال بالنظر لمنصبها ومنصب زوجها، خاصة كمان وأنه في أخبار متداولة أنه وزارة التعليم العالي أنهت خدمات زوجها وصفت حقوقه، وكمان ما كان اسمه ضمن قائمة المرشحين كأعضاء قيادة للحزب اللي صارت انتخاباته من أسابيع قليلة. ومتداول كمان أنه هي وزوجها كانوا بيخططوا للسفر لسوتشي والاستقرار هناك بصورة نهائية. وكمان في معلومات قالت أنه شقيقها العميد ملهم الشبل تم وضعه تحت الإقامة الجبرية بتهمة التخابر الخارجي الفترة الماضية. كل هذه القصص خلت ناس ترجح كفة أنه اللي صار معاها محاولة اغتيال ومحاولة تصفية لها. وعلى فكرة في صورة متداولة مع خبر الحادث في كل مكان على أنها سيارة لونا، لكن احنا بنأكد أنه هذه مو سيارتها ولا من هذا الحدث، وهذا الكلام أكدته مصادر لنا في سوريا. الصورة مو من الحادث، وصورة من الحادث نفسه للآن ما ظهرت أو لم يعني ما حد لسه شاف صور الحادث نفسه، وللآن كمان ما في أي بيان رسمي من رئاسة الجمهورية. لكن الوكالة الرسمية للأخبار في سوريا سانا نقلت عن المكتب السياسي والإعلامي بالرئاسة تعرضها لحادث وإصابتها بنزيف في الرأس. احنا معانا من دمشق عبر سكايب المحلل السياسي عبد الحميد توفيق. اهلا فيك معانا استاذ عبد الحميد. يعني كمية الكلام المتداول يعني حوالين هذه القصة وحوالين الإعلامية لونا شبل وزوجها وما إلى ذلك كثيرة جدا، هل في أي شيء نقدر نقول أنه مؤكد فعلا؟ مساء الخير لحضرتك وللسادة المشاهدين. ما تم عرضه من قبل حضرتك حقيقة هو ما هو متداول حتى اللحظة أو قبل دقائق معدودة، لم يكن هناك أي تحديث أو إضافة على مجمل هذه الأخبار المتداولة على السوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي داخل سوريا وحتى من خارج سوريا. هناك تكتم شديد وواضح على أمرين: أولا طبيعة الحادث والأسئلة التي تطرح في إطار هذا الحادث، والأمر الآخر حول حقيقة وضعها الصحي. هل هي ما زالت في العناية المشددة وفي حالة حرجة؟ هل هي تجاوزت هذا الأمر؟ ما هي نوع الإصابة الحقيقية؟ هل هي كما قالت البيانات الرسمية في من سانا ومن المكتب الرئاسي والصحفي في القصر منذ الأمس قصر الجمهوري هي نزيف حاد في الدماغ أم في الرأس؟ حقيقة كل هذه الأمور ما زالت على حالها ولم يجري أي تحديث على هذه المعلومات أو على هذه الأمور، وبالتالي يمكن القول بأنه طالما أن بيان رسميا حتى الآن غير موجود حول حقيقة ما جرى وكيفية حدوث الحادث وحول حقيقة الإصابة التي تعرضت لها
المستشارة لونا الشبل، تبقى التكهنات والفرضيات هي سيدة الموقف لسبب رئيسي. أعتقد بأن هذا السبب يتمثل بأن لونا موقعها الرسمي وكونها شخصية رسمية وعامة، وأيضا هي حاضرة في على مدار أكثر من عقد من الزمن في الواجهة السورية في السياسة السورية على مستوى وجودها في القصر الجمهوري في منصبين، كانت بداية مديرة المكتب الصحفي ومن ثم انتقلت في 2020 إلى أن تصبح مستشارة خاصة في هذا الإطار، كذلك حضورها في كثير من النشاطات الدبلوماسية والسياسية التي كانت سوريا حاضرة فيها على مدار الأزمة، سواء في مؤتمر جنيف إلى جانب أستاذ عبد الحميد. يعني لغير لخارج اللي ما يعرفوا بالدواخل السورية أو بالسياسة السورية أو ما يدور في سوريا، هل فعلا هي كانت شخصية مؤثرة جدا في السياسة؟ لا شك في ذلك، وأعتقد بأن البرهان على تأثيرها هو حضورها الدائم سواء على مستوى النشاط السياسي الداخلي في سوريا أو حتى على مستوى متابعتها لبعض القضايا حينما كانت مسؤولة في القصر الجمهوري عن المكتب الإعلامي، كان حضورها في الجانب الإعلامي مع وزارة الإعلام وكذلك مع القطاعات الإعلامية مباشرا، وأيضا مؤثرا في كثير من الأحيان خصوصا في ظل الأحداث التي كانت تعيشها سوريا. عامل آخر أيضا يجعلها في هذه الدائرة في دائرة الاهتمام الكبير والواسع هو أنها هي في هرم السلطة، لا أحد يستطيع إنكار هذا الجانب أنها موجودة في هرم السلطة، وكانت آخر ظهور لها إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد في قمة جدة التي عقدت ليست الماضية قبل الماضية في المملكة العربية السعودية، كانت حاضرة ضمن الوفد الرسمي الذي يجلس إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد، وكذلك توالت كثير من مهماتها ونشاطاتها، وعرفت أيضا بشخصيتها الجادة وبشخصيتها المؤثرة وعلاقاتها في هذا الإطار على المستوى الداخلي، وكذلك بنت علاقات أخرى من خلال مهامها مع عدد من حلفاء سوريا سواء كانت روسيا أو في إيران أو إلى ما هنالك. نعم، طيب في كلام كثير كمان بيدور عن أنه وين راحوا السائق والمرافق، ما في أي كلام عنهم؟ نعم، ليس فقط السائق والمرافق الذي كان يفترض أن يكونا معها في السيارة، هذه أيضا حقيقة إشارة استفهام، هل كانت تقود السيارة بنفسها أم أن هناك سائقا ومرافقا إلى جانبها؟ طيب إذا كانت السيارة كما تقول إحدى الفرضيات قد تعرضت لصدمة أو اصطدام من سيارة أخرى، أين السيارة الأخرى وأين الشخص الذي صدمه؟ لذلك إلى الآن حقيقة لا أحد يعلم هذا الأمر، ولا يوجد ما يوحي من بيانات رسمية أو حتى من مقربين من لونا أو من دائرتها سواء من دائرة زوجها أو من دائرتها يتحدث عن هذا الأمر. ربما أنا أحيل هذا الأمر إلى خصوصية الكتمان والسرية لمعرفة أولا وضعها الصحي وبالتالي تطوراته، ويمكن بناء الرواية بعد أن تتجلى هذه المسألة، لكن على الأقل أستطيع التكهن بأن وضعها الصحي لا زال غير واضح، وبالتالي ترتبط هذا الغموض أيضا العام بمجمل الحادث وتجلياته بواقعها الصحي ووضعها الصحي. أي طيب، وموضوع أي صور من الحادث حتى هذه لم تنشر، يعني في صورة متداولة والمصادر بتؤكد أنه هذه ليست من الحادث. نعم، هذه صورة هذه السيارة هذه كما أعتقد شاهدناها منذ الإعلان عن هذا الحادث بالأمس، والطريق الذي الموجود عليه ربما نستطيع أن نقول بأنه هذا هو الطريق الذي يؤدي إلى تلك المنطقة، منطقة يعفور ذات الأبنية الخاصة والفلل، وحتى سكانها لهم طبيعة خاصة، وكذلك المنطقة الأخرى المعلوم ما أعلمه بأن منزل زوجها في يعفور ومنزل لها في قرى الأسد وهما متجاورتان ولكن كل باتجاه آخر، ولكنهما يقعان على الطريق المؤدي دمشق إلى بيروت على هذا الطريق. لا حقيقة أحد يستطيع أن يجزم بأن هذه السيارة هي التي كانت تستقلها أو هناك سيارة أخرى. هل ناس كثير صورة ثابتة وليست حتى صورة فيديو؟ هل في ناس كثير من مصلحتهم أو من رغباتهم أنه الإطاحة بلونا؟
في عالم السياسة كما تعلمين المنافسات موجودة في كل دوائر السلطة أينما كانت، وكذلك في وحتى أحيانا تتجاوز حدود التنافس إلى حدود الصراعات، ولكن أعتقد بأنها هي راسخة في تيار السلطة السورية بشكل واضح وصريح ومؤثرة، ومرت كل هذه الأحداث وهذه السنين على سوريا منذ 12 عاما تقريبا لم يكن هناك أي اهتزاز لصورتها على مستوى أدائها سواء كانت في قطاعها الإعلامية أو حتى في قطاعها السياسي. نعم. طيب على العموم يعني احنا في انتظار طبعا بيان رسمي من الرئاسة وتوضيح حالتها الصحية وكثير أسئلة يعني حول ما حدث. بشكرك على هذه المداخلة، كان معنا من دمشق عبر سكايب المحلل السياسي عبد الحميد توفيق، شكرا لك.